معانا على التليفون دكتور سوزان القليني رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة. أهلا 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 يا دكتور. يا أهلا وأهلا بحضرتك. إزاي حضرتك يا دكتور سوزان؟ كله تمام؟ سعيدة جدا جدا. لا يا فندم، بالتواصل معاك والله. لا أنا اللي أسعد، وده شرف ليا يا فندم، شرف ليا والله. ربنا يخلي حضرتك. الله يخليك يا دكتور. أنا ميرسي جدا. ربنا يخليك، وكل سنة وكل أمهاتنا طيبين، والمرأة كلها في كل مكان بخير. يا رب والله، يعني فعلا الرئيس قالها كلمة، هو الست المصرية فعلا هي اللي شايلة البلد، وده بجد مش هزار. لا أنا عايزة أقول لحضرتك، يعني هو فعليا إذا كانت الست المصرية هي نص المجتمع، إنما هي بكونها أم ومعلمة وموجهة فهي فعلا بتربي المجتمع كله. طبعا طبعا، وهو ده الدور الرئيسي يعني. ولذلك يعني فخامة الرئيس في الحقيقة وتقديره للمرأة، يعني لازم الواحد يتوجه له بالشكر والتقدير، لأنه تقديره للمرأة وانتمامه بدورها داخل المجتمع وتشجيعها ودعمها. احنا بصراحة بنعيش مش عصر ذهبي، احنا بنعيش عصر ميتي، يعني من الدعم اللامحدود للمرأة والاهتمام بقضاها. ويمكن حضرتك طبعا اكيد تابعت النهاردة اللقاء، وحضرتك شفت مجموعة القرارات الرائعة اللي هي إنسانية قبل ما تكون رئاسية. طب هنا ده هيخليني هسأل يا دكتور سوزان. ايوة اتفضلي. لا لا انا قبل ما اسال السؤال حضرتك كنت بدات تجاوبي فعلا، اتفضلي يا فندم. اتفضل حضرتك. يعني اصل انا الحقيقه متحمسه جدا جدا من هذا اللقاء ومن مجموعه القرارات اللي تفضل بيها النهارده في خامه الرئيس. فعلا زي ما بقول حضرتك، القام الاول قبل ما تكون قرارات رئاسيه. اولا النهارده الافراج عن جميع الغارمات والغارمين ايضا شهر رمضان، اهتماما بالاسره عشان لم شمل الأسرة قبل رمضان. إيه الإنسانية؟ يعني حضرتك حاجة تهز الوجدان، ده رقم واحد. رقم اثنين الاهتمام بوضع المرأة في مجالات العمل المختلفة وتحقيق التوازن في قانون العمل وإعطائها المساواة الكاملة ودعمها حتى تصل إلى أعلى المناصب، وكل ده شكل من أشكال التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية للمرأة. عظيم. لك حضرتك أيوة. النهارده المراه تستطيع، وده لم يكن من قبل على فكره، انها لاولادها القصر تستطيع في البنوك انها تفتح حساب للاطفال القصر باسمها، ده ما كانش موجود قبل كده. فانا عايزه اقول لحضرتك كم القرارات التي تعطي اطمئنان للمراه وتعطي اطمئنان للمجتمع وللاسره وتدعم الاسره، كانت النهاردة الحقيقة حاجة مشرفة جدا وتسرق الصدر. طب أنا كنت بشوف يا دكتور سوزان أنه الاحتفالية بتاعة تكريم المرأة وتكريم الأم المصرية وعيد الأم اللي دايما بتبقى بتشريف فخامة الرئيس، دايما بتبقى الاحتفالية رائعة وجميلة، لكن السنة دي الاحتفالية طعمها أنا حاسس أنها أكثر بهجة، أكثر بهاء، أكثر إيجابية. هل أنا محق في ده؟ اليوم في المئة. أولاً الاحتفالية العام بتحظى طبعاً بتشريف فخامة الرئيس والسيدة حرمه، والحقيقة برضو هم حريصين جداً جداً في كل مناسبة للمرأة على تواجد فخامة أيضاً السيدة حرم. فده شكل من أشكال أيضاً الدعم للمرأة، ده أول حاجة. طبعاً الحاجة الثانية حضرتك، النهاردة المسرح، الفن والقوة الناعمة المصرية في المرأة في كل المجالات، فكانت حاجة مبهجة وحاجة تفرح. كم الأغاني اللي اتقالت بتقول قد إيه مصر عظيمة، مصر عظيمة بفنانينها بشعبها يعني كل حاجة جميلة، كل حاجة جميلة. الواحد مش عارف يقول إيه بصراحة، الواحد مش عارف يقول إيه ولا إيه. بالظبط، انا بقول لحضرتك الواحد مش عارف يقول ايه بصراحه. ده صحيح، ده صحيح. دكتور سوزان احب ان احنا نلتقي وتنورينا وتشرفينا في البرنامج وقت حضرتك لما يسمح. يا ريت يا ريت يا ريت يا دكتور سوزان. كل الشكر دكتور سوزان القليني رئيسه لجنه الاعلام بالمجلس القومي للمرأة.